شكرا سيدة النائبة. سيدة الرئيسة، نفس السؤال اللي تقدمت به المجموعة النيابية قبل أسابيع ولكن تم رفضه. سيد الوزير، ما بغيناش نتفاجئوا بغياب العدالة، غياب النزاهة والشفافية في إصلاح خطة العدالة. بغينا نحافظوا على المجهودات المبذولة خلال الولايات السابقة من أجل تكافؤ الفرص والمساواة بين أبناء الشعب. بغينا الجرأة الكافية لفتح تحقيق حول مهزلة مباراة المحاماة باش نحافظوا على الصورة المشرقة لبلاد. شكرا سيدة النائبة. كان هناك تعقيب إضافي آخر؟ سيد وزير، جواب سيد وزير. أنا متفق معك سيدة النائبة، شكرا. صافي سيد وزير، شكرا سيد وزير، شكرا.